عملت عملة وندمت عليها ولا ما ندمتش عليها؟ عملة من أنا ناحية. زوجتك؟ تسمع نحكيو فيه الموضوع شوي. اي قلت يعني ما نحبش ندخل في العائلات لك باش ندخل خاطر وليت معناها نقولوا بيبليك الحكايه. اي زوجتك لاول مره البيبليك والناس اللي تبعوا فيك اي وفئه معينه من التوانسه يكتشفوها أي. في صوره معاك اي في الجي سي سي اي عشيرتي سلمى واول قصه حب اي اي واخر قصه حب اي عرس صغير انا 25 سنه عرس اول مره حبيتها يعني. خذيتها وسكرت سكرنا الموضوع عرفت لهذيك نجم نكمل مع حياتي يعني وحتى التو مستحملتني و من وقتاش تعرفها؟ من الليسي من الليسي؟ اي قرينا مع بعضنا كنت كنا اصدقاء ومن بعد حبيتك هي ولا ما حبيتكش؟ ما تصوريش ثوره تكرهني في الدم قاعده معايا توا جست لا مش قاعده معك لازم انت اليزور من الاول ما فهمت اليزور هي تمرزها تمرزها اللي تولي تحب نو مش تولي تحبك تولي بعد تلموت سنستبيك عبدها باغ كونت قالت لي حاجه قالت لي اللي هي ما تحبش تعرس بعبد ما يلقاش الوقت نهار يخلع عائلته فهمت قالت لي وما همشتني الحكايه ومن بعد جيسي بالطرق الكل نحاول تلقى الوقت العائلة مانيش لاقي الوقت هذيك المشكله مانيش لاقي الوقت وان شاء الله تسامحني وكاو مانيش لاقي الوقت خاطر الخدمه ماكلتني وقتي الكل ومخي الكل علاش مره في جمله قلت المراه هذه جابت لي احسن كادو في حياتي شنو هو الكادو ولادي ولادي عطتني ستابيليتي ونتمنى اي عبد يلقى اللي لقيته مع سلمى صديقتي راهي سلمى اكثر من شنو هو الكادو اللي عملته لها انت شديت في كلمتي اللي هي اللي باش حطها في عيني تاج راسك وي ربي يبقي الست لكن ومن تو عملت لها عمله خايبه شنو ان شاء الله خير ها شنو عملت لها عمله خايبه قول لي ترى كنت مراه ما يعرفها حد وي اليوم عرفوها وسبوها اي عادي ذاك عادي اونتر كيمي يعني اش نقول لك فما ناس خايبين راهو برشا في قلوبهم خايبين ياسر يعني كثر الميساجات يبعثوا لي سبوا لك مرتك ما سبوهاش هما يدعيو بالشر يدعيو بالموت يدعيو ب اتعس اي يجيو اي يجوني ميساجات راهو من غير حتى سبب ما تفهمش علاش راهو يجيك يقول لك مثلا ان شاء الله شنو خايب وش عملت مرتك باش اليوم يوصلوا يدعيو عليك ماشي ما عرفوهاش يعني سي جوست اترافير مي يمكن نجاح بابا يقول لي ديما خبي نجاحك